تلبية لنداء من الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني لندعم فلسطين، لنقول لفلسطين بأننا رمزيا سياسيا عاطفيا سنظل مع شعب فلسطين. جئنا اليوم لنقول أمام هذا المبنى الرمزي الذي يشكل بالنسبة لنا تاريخا ونضالا وكفاحا ومسيرة، جئنا لنقول للعالم أوقفوا هذه الحرب القذرة، أوقفوا هذا العدوان الصهيوني على فلسطين، أوقفوا هذه الحرب الغاشمة على غزة وعلى عدد من مدن الضفة، أوقفوا هذا الهجوم الهمجي الذي لا يمد بصلة للإنسانية وللقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، ولا علاقة له بالدفاع عن النفس كما تقول إسرائيل، بقدر ما هو محاولة واضحة اليوم لتهجير شعب فلسطين، لإبادة شعب فلسطين. هذه الوقفة التي تقررت من قبل مجموعة من الهيئات السياسية والفاعلين الاجتماعيين هي وقفة طبيعية في الواقع، لأنها تعبر عن مدى تأثرنا بما يجري في فلسطين الحبيبة، وكذلك تعبر عن تضامن شعبنا مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المستميت والمستمر من أجل فرض كرامته واستقلاله ودولته في أرض فلسطين وعاصمتها القدس. فأظن أن هذا لقاء طبيعي أنه يتواجد أمام سفارة فلسطين هذا تلة من المناضلين من مختلف طبعا اتجاهات والتوجهات، ولكن كلهم جميعا يريدون أن يعبروا عن ما يحارب في أفئدتهم وشعورهم تضامنا مع فلسطين الحبيبة. هذه الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية هي أضعف الإيمان في حق الشعب الفلسطيني البطل، وإذا كانت الشعوب العربية والإسلامية والمحبة للسلام والحرية قد وقفت بقلوبها وعواطفها وأحاسيسها متضامنة مع الشعب الفلسطيني البطل في هذه المحنة ومنددة بالهجمة الصهيونية الشرسة الظالمة، فإننا في المغرب دائما أبدا كنا بجانب القضية الفلسطينية قولا وفعلا، خاصة وأن لجنة القدس الشريف يترأسها جلالة الملك محمد السادس بصفة شخصية، ولذلك لا غرابة أن نرى الشعب المغربي بكل مكوناته وبمختلف هيئاته وفئاته يقف دائما أبدا إلى جانب قضية فلسطين العادلة. نظمنا هذه الوقفة التضامنية الرمزية كجمعية مغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني لتأكيد مرة أخرى على تضامن الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني، على فضح كل الجرائم البشعة
وعلى هذا العدوان الوحشي الصهيوني على قطاع غزة وعلى الضفة وعلى القدس. فدائما الجمعية حاضرة للتعبير عن هذا التضامن اللامشروط وعلى هذا الإجماع الوطني الذي يعبر عن مواقف كل القيادات السياسية والنقابية والجمعوية النسائية والحقوقية من أجل حماية الشعب الفلسطيني، بمطالبة المجتمع الدولي إيقاف هذا الحرب، حرب الإبادة وتهجير الفلسطينيين مرة ثانية بعد نكبة 1948. فالمطلوب وهذا هو صوت الشعب المغربي، المطلوب إيقاف هذا العدوان، المطلوب حماية الشعب الفلسطيني، المطلوب إنهاء الاحتلال الذي دام أكثر من 75 سنة، المطلوب رفع الحصار على غزة منذ 17 سنة. هذه هي أصوات الشعب المغربي لنقولها للجيل جميع، للرأي العام العربي والإسلامي والدولي، وعلى المنتظم الدولي أن يتحمل مسؤوليته بدءا من هيئة الأمم المتحدة، وعلى أنها تضغط على إسرائيل للالتزام بالقرارات الأممية رقم 181 رقم 194 لعودة اللاجئين بالملايين إلى أرضهم. والآن نعيش مرة أخرى كما قلت نكبة ثانية تهجير سكان غزة إلى مصر، وهذا ما يرفضه الجميع وترفضه القيادة الفلسطينية وكل الدول العربية المجاورة لإسرائيل. نريد أن يتمتع الشعب الفلسطيني بجميع حقوقه المشروعة بقيام دولته وبعاصمتها القدس الشريف. مرة أخرى نؤكد مواصلة دعمنا، وفي المستقبل سنقوم بمبادرات أخرى مشتركة بجمع التبرعات وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني كما قمنا بذلك في الماضي.